عودي معكم للمتابعة. كمان المسيح قام، حقا قام، هابي ايستر، فصح مجيد لكل يلي هلا انضموا لنا. وضيفي بالاستوديو الاب جان بول ابو غزالي. جان بول ابو غزالي، اهلا وسهلا فيك، يعني ضيفنا الدائم. الله يخليك. وابونا حضرتك هون بحشتابت بس انتريتا كمان. نعم. ابونا الرعيه ومن ابو رشيد بيروت كمان. صحيح. طبعا بحب اذكر ابونا. في كثير اسئله حول القيامه وفي كثير توضيحات يعني حول هالنهار هيدا وحول معاني القيامه. نعم. بدي بلش بالبدايه بسؤال كثير بسيط نطرحه بين بعضنا، بيقولوا وقام في اليوم الثالث. نعم. ونحن نهار الجمعه العظيمه بيكون الساعه 12 الظهر ابكر دفن للمسيح، وثاني يوم السبت الساعه 12 سبت النور بيقولوا اليوم القيامه بلش، يعني بصيروا يعيدوا بعضهم. صحيح. يعني اذا بنحسبها هي 24 ساعه مش 3 ايام. اي نعم. شو التفسير لهالموضوع هيدا؟ تفسيره هو التالي. اولا يوم الجمعه اكيد المسيح كان صلبه، وعند الساعة التاسعة لأن تقسيم الساعات كان عند اليهود بوقتها كل ثلاث ساعات، يعني مقسم النهار نص النهار 12 ساعة على كل ثلاث ساعات في برمة، الثالثة السادسة التاسعة بهالطريقة هيدي. نعم. فلذلك مثلا الساعة التاسعة هي الساعة 3 بعد الظهر عنا، يعني نحن بهذا التوقيت يلي كان عم بيكون المسيح بعد الظهر هو انصلب يوم الجمعة. نعم. بننتقل ليوم السبت هو النهار الثاني، ويوم الأحد هو اليوم الثالث. يعني غير توقيت، ولكن نعم. انه نحن بالتسميات نعتبر الجمعة الأول سبت الثاني يوم الجمعة كان. نعم. الموت المسيح صلبه وموته ودفنه. نعم. يوم السبت هو اليوم الثاني من بعد الصلب وبعد الموت، يوم الثاني السبت ثاني. نعم. يوم الاحد هو اليوم الثالث من بعد الصلب. نعم. وحضرتك كنت عم تقول لي انه الانبياء كانوا كلهم نذكر هلا يوم السبت. نعم. ليش منعيد بعضنا وحتى تقرع الاجراس ظهرا ومنعمل رتبه اسمها رتبه الغفران بهالسبت يوم السبت العظيم، وينزع من الكنائس الحداد اللون الاسود حتى، وبيرجع الكاهن بيعطي البركه من جديد. هذا النهار اصلا هو اليوم الوحيد بالسنه بيتميز فيه انه ما في قداس. نعم. لانه المسيح هو في مقر الاموات، في مثوى الاموات في الجحيم. ما في احتفال يعني. ما في احتفال، في رتبه، رتبه الغفران، ولكن بهالرتبه بتتميز فيه بالطوائف السريانيه الكلدانيه والمارونيه موجوده بطقوسنا هذه الرتبه. بيحتفل فيها الكاهن وبيبدا فيها بكلمه وبالقاء التحيه السلام للبيعه ولبنيها، يسلم على الكنيسه، بيرجع بحييها من جديد وبيقول السلام لجميعكم، من بعد ما يكون كل اسبوع الالام حجب هذا السلام بسبب الام المسيح. نعم. فلذلك اليوم السبت المسيح نزل إلى مثوى الأموات حتى يحرر الأموات الراقدين في التراب. ومنهم؟ كلهم، كل اللي كانوا قبل المسيح، يعني من الأنبياء وإبراهيم وموسى ويعقوب وكلهم سوا، كلهم كانوا بانتظار المخلص بعد سقطة الإنسان. خلق الله الإنسان، سقط الإنسان نتيجة الخطية، وعدوا الله للإنسان بهذا الخلاص. الخلاص تم بيسوع المسيح في ملء الزمن لما تجسد المسيح، يعني هو اللي لما هو سبت النور، يعني قبل. نعم. ما نحن نشوف القيامة على الأرض كان في قيامة عند الأموات. صحيح. نعم. الأموات كانوا هنا بانتظار المخلص يفتح أمامهم أبواب السماء من جديد. نعم. مشان هيك سمعان الشيخ في الهيكل نقرأ بالإنجيل لما قدم يوسف ومريم أبوي يسوع إلى الهيكل باليوم الثاني للختان، شو قال لما حمل المسيح؟ الآن أبصرت عيناي خلاصك، أطلق يا رب عبدك بسلام. هل طمن باله سمعان الشيخ أنه الخلاص إجا، المسيح المرتقب والمنتظر خلاص الشعوب وصل؟ يعني هل إذا بموت بطمن باله مرتاح أنه مش مطول حتى المسيح يحرر ويفتح أمامهم أبواب السماء من جديد؟ لا. لأنه كانت محبوسة عن الناس، مسكرة، مقفلة بوجههم للبشر. كل اللي كانوا قبل المسيح كانوا في مثوى الأموات بانتظار الخلاص، مش بس الأحياء. المسيح هوديك ناطرين الأموات بانتظاره يجي يخلصهم ويحررهم. يوم السبت نزل إلى مقر الأموات، فتح أمامهم أبواب السماء وأصعدهم إلى ملكوت أبيه. هن هذه البشارة اللي كانوا ناطرينها. ويوم الأحد الأحياء ناطرين، مش مشكلة، بينطروا. نعم. فيوم الأحد. نعم. عندما أبكرنا النساء يوم الفجر الأحد ليطيبنا جسده بالطيوب، فلقيوا الحجر مدحرج وبشرون الملائكة أنه ليس هنا، لقد قام كما قال. نعم.
أبونا نحن بنعرف كثير منيح إنه الأعياد أوقات بتتحول لأعياد تجارية، يعني من شو بعيد الميلاد بصير بالنا بالشجرة وبالزينة وبالألوان وبالأضوية، وبعيد باك بصير الأرنب والألوان والزهر والفوشيا والأصفر والبيض الملون، وبننسى المعنى الحقيقي. صحيح. يعني مش غلط يكون العيد عيد الفرحة وعيد الزهوة وعيد نشوف الألوان، لأنه كمان بتساعدنا، لأنه دايما نحس بالعيد وننطره من أطفال ومن كبار، حتى نحن بأعمارنا بننطر كمان هذا الشيء. وأنا بالبيت بحب أسلق بيض وزين وحط صيصان وحط كل هالأمور، ولكن في معنى حقيقي للعيد، في معنى حقيقي للقيامة. بشكل مختصر إذا فينا نوضح معنى القيامة الحقيقية عند المسيحية. معنى القيامة، أولا هي هذه القيامة، يوم القيامة هو يوم الرحمة هيدي السنة، لأنه السنة اليوبيلية الاستثنائية اللي طلبها قديس البابا فرانسيس. صحيح. أن نصلي فيها على نية الرحمة. أولا نحن نشكر ربنا على رحمته لإلنا ونطلب رحمته دوما لإلنا البشر، وثانيا نحن نعرف نرحم بعضنا البعض، كونوا رحماء كما الآب السماوي رحوم هو. عفوا، الرحمة الإلهية لأنه صادف عيد البشارة والجمعة لا العظيمة. لا أبدا، هيدي السنة، هيدي السنة، لا 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 لا، هالسنة كلها هي سنة الرحمة، أعلنها البابا فرانسيس. نعم. من أيلول تشرين الأول الفائت للسنة القادمة لأيلول القادم هي سنة الرحمة الإلهية، وكل سنة بيكون مكرسها البابا على نية خاصة نكون عم نصلي من أجله. وهذه السنة كمان اعتبرها سنة يوبيلية، مش بس كمان سنة بس سميها سنة يوبيلية استثنائية من أجل هذه الغاية. هل القيامة هي رحمة بحد ذاتها، رحمة الله المتجسدة؟ يعني لو لم يقم المسيح مثل ما بقول مار بولس برسالته لأهل كورنثوس لكان إيماننا باطل، ما كان في مسيحيين. يعني بالرغم من كل رغم من تجسده، بالرغم من الأعاجيب والشفاءات، بالرغم من التعاليم اللي علمها، يعني لو انتهى الإنجيل كله سوا بلحظة الصلب والدفن في القبر وبس وانتهى هونيك. نعم. كان الإنجيل هو يعتبر كتاب، إذا بدك أنجأ كتاب تاريخ. أنجأ كتاب تاريخ، بخبر عن شخص مرق عمل هالحركة كلها، شخص مميز كان، ليش وكيف ما حدا منا بيقدر يعرف ويفسر هالظاهرة، كان كل واحد نسبها لشيء. ولكن بمجرد انه قام المسيح من بين الاموات تغيرت كل المقاييس، مش حدا تاني قام من بين الاموات غيره وانتصر على الموت حتى يفتح امامنا افاق جديدة، حياة جديدة، حياة ابدية لا تنتهي. الانسان كان دوما يخاف من الموت، كان بالنسبة له الموت هو عثرة، يعني بيوصل دغري على الموت بيعطى الهم وبيقول يا ريت كيف فيني أعبره هذا الكاس، كيف فيني أعبر هالمرحلة، لوين أنا رايح، هل انتهيت خلاص إلى زوال؟ ولكن مع المسيح بقيامته نحن صار عنا هذا الموت، نحن نرقد على رجاء القيامة، أن نقوم على مثال المسيح لحياة أبدية. بقول مار أغسطينوس هالكلام الحلو أنه هاليوم اليوم القيامة هو يوم الرحمة، لأنه فيه أنقذنا من الموت الأبدي، من الهلاك الأبدي. لا. بس عفوا خلينا نشرحها كتير قريبة وشعبية إذا في أوكي. يعني القيامة، يوم القيامة هو قيامة الأجساد ولا قيامة الأرواح؟ أولا نحن القيامة، هلأ في عنا نحن المجيء الثاني، هناك فيه القيامة مثل بقوله نحن الترابيين نقوم ولكن بأجساد نورانية، ولكن هذا في المجيء الثاني لما بنقول نعم. نذكر موتك يا رب وقيامتك وننتظر مجيئك الثاني، ناطرين هالمجيء الثاني الباروزي. يعني حتى بالديانة الإسلامية وكل الديانة هن بانتظار المسيح للقيام، يعني كله يعترف بهذا كله الموضوع، كله يسموه نعم. يوم كذا يوم كذا نعم. ولكن نحن هلأ في عنا هذا اليوم، نحن القيامة يعني اللحظة اللي أنت بتموت فيها، أنت بتموت فيها تحضر فيها أمام الله. نعم. أنت تحضر فيها أمام الله، والله هو أكيد يكافئك ويجازيك على حسب أعمالك، مثل ما بإنجيل الدينوني المسيح أخبرنا بأنه الضابط الكل الملك بيجي ويقف ويميز كل الأمم كل الشعوب لما بيقفوا أمامه الواحد من الآخر، بيميزهم عن بعضهم البعض. نعم. وعلى أي أساس بدينهم؟ على أساس المحبة،
كنت جائعا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني. هاودي الكريتير، هاودي المقاييس يلي بيقول مار يوحنا الصليبي في مساء حياتنا لما بنموت سندان على المحبة والرحمة. على هالأساس هذا دينونتنا. إذا أنت كنت عايش هذه الأمور بحياتك، محبتك لخيك الإنسان ومحبتك لله، وانت عم تعطي من قلبك ومن ذاتك للاخر وعم بتكون رحوم معه، نعم. نرجع للشعار السنه اليوبيل الرقمي، انت ساعتها تنال مكافاه الابرار الصالحين. نعم. تعالوا يا مباركي ابي ادخلوا ملكوت المعد لكم منذ انشاء العالم. ولكن الانسان اذا كان فيه هو غريب عن محبه الله، بخيل برحمه الاخر بمحبه خيه الانسان، بيقول له المسيح كنت جائعا ولم فما اطعمتموني. بس هل قد نحاكم على تفاصيل حياتنا ابونا؟ هيدي هل قد في وقت عند ربنا لكل شخص بشخصه يقدر يحاكم على تفاصيل ربنا يلي حياته؟ خلق الكون ويلي خلق الانسان. نعم. يلي كون كل شيء لم يكن موجود، هو يلي اوجده. نعم. هو قدير على كل شيء. اليوم انت ما بتقدر، او اي شخص اعتبر صنع شيء، ما في يقول أنا صنعت من هذا الشيء واحد واثنين وثلاثة وأربعة أنا ما بقى عم بتحكم فيهم، ما بقى في استوعبهم. لا، كل واحد بتغربت منهم بتروح بتصلحه، ما فيك تقول أنا ما خصني فيه. إيه؟ وكلمة قطعة يمكن انتزعت أنت بتكون عينك سهرانة عليها وبتزبطها ترجع تمشي. فلذلك يعني ربنا هو سهران علينا كلنا سوى البشر، وأكيد بيقدر كلنا يستوعبها، ولكن نحن بطبعنا بمنطقنا البشري لا نستطيع أن نفهم هذا الأمر لأنه ما عندنا هذه المقدرة. نعم. طب القيامة المعنى هو قيامة مثل ما فهمنا الأرواح مش الأجساد. هيدي أول يعني أول ما بتموت. نعم. الإنسان هيدي القيامة يدخل إلى الدينونة، وهناك الرب يكافئه مكافأة الأبرار الصالحين أو يجازيه. نعم. على أعماله. فهون ساعة أنت بتدخل إلى الحياة الأبدية. هيدا الدخول إلى الحياة الأبدية، هيدا نحن بالنسبة لنا أنه من لحظة الموت ما بتبقى مائت أنت، أنه ما في لك حياة. لا، من لحظة الموت تموت بالجسد، بيبقى جسدك الترابي على الأرض. نعم. هذا الجسد الفاني، ولكن أنت روحك هي عند ربنا في حضرة الله تتمتع بالمشاهدة الطوبوية، فلذلك أنت تقوم إلى الحياة الأبدية معه. وهو اللي قال لتلاميذه أنا ذاهب عند أبي وأبيكم لأعد لكم منازل، هو بانتظارنا. فلذلك هو إجا من أجل خلاصنا. نعم. هيدي الرحمة، هيدي القيامة، هيدا اللي إجا من أجله المسيح حتى يفتح لنا أمامنا آفاق جديدة. نعم. سماء أبوابها مفتوحة وليست أبوابها مغلقة. نعم. بعد عنا دقيقتين بس بدنا نحكي عن وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة الصفحة اللي فتحت من الفاتيكان، لأنه الأب فرانسيس البابا فرانسيس هو اللي كرس هالسنة كسنة سنة الرحمة الإلهية. نعم. ولكن صار بيوصلنا كثير امور من السوشيال ميديا ومن وسائل التواصل الاجتماعي على تليفوناتنا، وكثير سهل انه نفتح ونتعامل مع المعلومات بشكل صحيح او بشكل خطا، ولازم يكون في مرجعيه طبعا. بنعرف بكثير من الاماكن في مرجعيه، في الواحد يتلفن ويكون عنده ثقه بالمرجع، ان كان شيخ او ان كان ابونا، حتى يقدر يمشي على اساسه. ولكن كثير صعب خاصه بلبنان انه تتصل بشخص الا ابو خوري رعيتك، وما بعرف قديش خوري رعيتك ممكن يعطيك، تختلف معه حضرتك او مختلف معه ابونا تاني، لانه في بعض الاباء يختلفون بالراي وبالتفسيرات الاساسيه. انا اللي بدي اقول لك، من يومين وصل لي مسج، كنت عم زور كنيسه السيده بالاشرفيه سيده الدخول، طلعت هيك شفت مسج انبسطت انه اليوم اللي بيزور كنيسه السيده هو بينعفى من كل الخطايا يلي عملها بحياته، من كل التقصيرات اللي عملها تجاه الدين او تجاه الاخر. هل قد سهله بزياره او بصلاه انه انا عفوا عم بكون محامي الشيطان، ولكن لو وصل المسج لا 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 رح اشرح لك. هل قد سهله انه نخلص من كل خطايا 40 سنه مرقت لورا بيوم صغير او بصلاه صغيره او بكلمتين بالكنيسه؟ رح اشرح هذه الفكره. اولا بالنسبه لموضوع وسائل التواصل الاجتماعي، اكيد بنعرف اليوم انه في مساج بتمرق بشكل سريع للالاف والملايين من البشر، وخاصة أكيد البابا فرانسيس عنده صفحته، يعني مش بس تويتر بغرد عليها كل يوم، بحط فكرة جملة روحية، فكرة لاهوتية، أو بدعينا لشيء معين نقوم به، ولكن حتى
كمان يعني على كل وسائل التواصل حاضر جاي، صار عنده انستغرام كمان هلا، وصار في اقبال عليه باعداد كبيره بالملايين. ولكن اليوم بده يكون حدا مواكب، بلا بنقدر نعرف ايها الصفحه الرسميه من الصفحه اللي هي فيك مش مزبوطه. نعم. فكرمال هيك بيقدر الواحد يسال اكيد مرجعيه كنسيب هالموضوع، وبيقدروا هن يدلوه ويشيروا له اذا هذا الكلام كان مزبوط صادر عن صفحه رسميه او صفحه مش رسميه. نعم. معتمده. نعم. هيدا من ناحيه. من ناحيه ثانيه بالنسبه اكيد للمساجات اللي بتقطع، في مش معظمها برجع بقول، ما في ناس بياخذوا فكره وبتعجبهم، اوقات في ناس هن بيكتبوها، اوقات بيكونوا اخذينها عن صفحه غير رسميه وبينشروها كمان بشكل هيك مباشر للعالم وبتنتشر، لانه بتكون يمكن دعايه معينه او شيء الناس بيرتاحوا له او بفضلوه. لا، لازم نتاكد من مدى صحتها. كيف بدنا نتاكد؟ مين مرجعيه؟ انا يعني هلا عم تقول لي انت بموضوع مثلا ناخذ الكنيسه، قلت انا المرجعيه هي فيك تسال الكاهن، كاهن رعايتك، اقرب كاهن لك. نعم. اذا كان ملم بيكون هو ملم بالموضوع وديجا عمل ريشيرش عنه وسال، اذا ما كان عارف بتكون انت لفتت له نظره، بيقدر هو يتصل ساعتا بالمركز الكاثوليكي للاعلام، بيقدر يتصل باي مرجعيه بالمطرانيه تبعه، حدا يعني يكون ملم من الكهنه يلي هن مسؤولين عن وسائل التواصل الاجتماعي، لان هلا بكل ابرشيه في عنا حدا بيكون، فلذلك بيقدر الواحد انه ياخذ ساعتا جواب دقيق وصحيح في هالموضوع. هلا بهالزيارات اللي بشكل عام بنسمعوا عنها، اصلا هالزياره ما في واحد بينال غفران كامل هيك من دون اعتراف. اولا بده يكون في مسيره توبه عم بعيشها، يعني مثل اليوم نحن بهالسنه اليوبيليه في عنا بنسمع ابواب مقدسه، صح؟ عنا مثلا نحن بكاتدرائيه بأبرشيد بيروت الماروني، كاتدرائيه مرجرجس وسط بيروت، هي من الكاتدرائيات والكنائس الكبرى يلي فيها الباب المقدس، باب اليوبيل. لما بنعبر منه مش معنى انه انا كل واحد قطع اخذ غفران كامل، لا دغري، ما في حج بده يكون باليريناج، في صلاه بده يصليها، في مسيره بده يمشيها، في رتبه بده يكون عم بيتابعها، في صدق بالتوبه، ايه، وبده يعترف. نعم. بده يعترف عند الكاهن. من بعد ما يعترف عند الكاهن كمان هو ساعتها بعد الاعتراف بنال هذا الغفران الكامل لما بيقوم بهالمسيره كلها ويدخل من الباب المقدس. نعم. ايه؟ بس مش انه قصه سحر، يعني الواحد ما في يتوب بين ربي دغري، ولا لا بده يعترف عند كاهن، عند في اعتراف كاهن. ايه، مشان هيك مثلا الكهنه بيكونوا بهالمزارات هن حاضرين لسماع الاعترافات وقبول توبه. نعم. وندامه الاشخاص واعطائهم الحل، ولكن بنالوا الغفران الكامل من بعد دخولهم هذا الباب المقدس. ايه هون كيف هالغفران الكامل هو مش بيغني عن الاعتراف. نعم. بدل ما نقوله هو يكمل الاعتراف للفرد. نعم. اللي بنكون احنا اعترفنا على الكلام. يعني ابونا جون بول ابو غزالي، الحديث معك لا يمل ابدا، دائما بنحب نحكي معك وكلامك كله معلومات قيمه، وبنشوفك دائما الله راد عنك، انت اصلا ضيف دائم، صديق برنامج عالم الصباح. يعطيك الف عافيه. المسيح قام، الله يعافيك، حقا قام، ينعاد عليك وجميعا، ينعاد عليك فصح مجيد. لكل المشاهدين احنا بيكون مكملين عالم الصباح، بريك قصير وبعدها بنعود مع ورشه ملح مع بلقيس، خليكم معنا.